مرات اليوم كانت مناسبة باش نجربوا الدراري اللي عندنا، وخصوصا ان الدراري كبارين وهاد الكيب هذا ماشي من امريكا. حققنا نتيجة مزيانة 3-2، ومزيان هاد المقابلة دازت مزيان، استعدادات مزيانة كما كتشوف الدراري لعبوا مزيان. دابا بانوا اللي يلعبوا اللي ما يلعبوش، اللي يلعبوا تيتولار. كنا شي متاكدين ملي راسنا نلعبوا تيتولار بحق هاد البادي دو كان مزيان. كان مزيان وحنا لعبنا مزيان في الشوط الثاني رغم هما كبارين لينا. المهم كان نردوا شي بال ديك الشيء. المهم حنا لعبنا مباراة مزيانة وما عندناش، وان شاء الله نوصلوا شي حاجة مزيانة. حنا دابا كنعملوا لونتريمس ديالنا وحنا استفدنا من التجربه بزاف. حنا كنوجدوا دابا البطوله ديالنا باش ان شاء الله تقدر تبدا في الشهر اللي ماجي، وحنا كنشوفوا راسنا مزيانين واللعبه. كان غمريش مدرب فريق اف سي فلوريدا، اول حاجه اللي ممكن نبدا بها التصريح هو شكرا بزاف على الحفاوه تاع اتحاد طنجه، وصراحه يعني عطاونا الوقت ديالهم واستقبلونا بواحد الاستقبال اللي يعني كيحمر الوجه للكره المغربيه والكره الامريكيه. علاش؟ لان جبنا فريق معنا من امريكا وكنحاولوا يعني نوريهم الحضاره ديالنا ونوريهم يعني الثقافه ديالنا. بهذه الاستقبالات الحمد لله كنقول بان المغرب رحنا غادي لقدام القدام. نرجعوا لفريق اتحاد طنجه، تبارك الله على البنيه التحتيه اللي جينا شفناها. كنتمناو بانهم يعني فرق مغربيه ياخذوا اتحاد طنجه يعني كقدوه، وتمناو يعملوا كيف كيعملوا، لان لعبنا مع فريق اللي هو اقل من 15 سنه، والتقنيات اللي شفنا والتدريب بالنسبه للمدرب اللي كان يعني معاهم تبارك الله واحد المستوى عالي وعالي جدا. ومره اخرى كنقول شكرا لاتحاد طنجه وشكرا للاخوان اللي قايمين على اللي كيخدموا في الخفاء. شكرا.